عملائنا الكرام، ما زلنا معكم من قلب الحدث، من قلب التخفيضات، من قلب خصومات 70%، لنتعرف مع أحد العملاء المتواجدين في مركز أنصار جاليري عن الأسعار وعن الخصومات الموجودة حاليا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا أستاذي؟ يا أهلا وسهلا. أتشرف باسم حضرتك إذا تكرم؟ فيصل إبراهيم. ونعم فيك يا أستاذ فيصل. الله يخليك. كيف الوضع يا أستاذ فيصل؟ أول مرة تشرفنا في أنصار جاليري؟ لا والله احنا زبون دائم. زبون دائم، مرحبا بك، منور انصار جاليري يا استاذ فيصل. وكيف الخصومات اللي انت سمعت عنها؟ حصلتها موجوده ولا لا؟ والله موجوده وافضل من موجوده. افضل من موجوده ان شاء الله. تذكر نسبه الخصومات وصلت عند كم؟ والله 50% حصلنا. ما حصلت اكثر من 50%؟ في 70. في 70% كمان. نعم. يعني اسعارنا اللي موجوده في المجله هي اللي حصلتها هنا واكثر منها زي ما بتقول. الحمد لله. وكيف الخدمه بالنسبه المقدمه لك من الاستاف ومن المتواجدين لخدمه العملاء داخل انصار جاليري يا استاذ فيصل؟ والله متعاونين جدا، يعني عذبناهم معانا، غيرت كم مره انا هاي شريت هذه ورديت غيرتها متعاونين معك. أكيد هذا دورهم، لازم يتعاونوا معك يا أستاذ فيصل. مرة ثانية بنرحب بك معنا وشرفتنا يا أستاذ فيصل. أهلا وسهلا. شكرا لحضرتك يا أستاذ. تحياتنا لك يا باشا.